على أنغام الأغنية الأندلسية انطلق الحفل الفني المقام على شرف عشرات النسوة من مختلف الشرائح والميادين. من كل باقة ورد خذينا وردة، خذينا من كل مؤسسة، خذينا مرأة عاملة الله يبارك متفوقة في العمل تاعها، من كل المؤسسات الأمنية، المؤسسات العمومية، من الإدارات اللي اليوم كانوا حاضرين معنا. الاحتفال هذا اللي شفتوا حضروا فيه ناس كبار الله يبارك، حتى المجاهدات اللي في البيت ما نسيناهمش. الحفل الذي احتضنته قاعة قصر عباد بوسط مدينة بوفاريك تخلله تكريم عدة نسوة ناهيك عن تكريم المجاهدات ونساء من ذوي الاحتياجات الخاصة. وكأني جمركية، أني مثلت المرأة الجمركية، ويعطيهم الصحة اللي كرمونا، وهذا الشيء حفزنا أكثر وأكثر في العمل تاعنا. نشكرهم على أني حظيت بهذه الكلمة بهذه المناسبة نيابة عني وعن زميلتي بالشرطة بهذه المناسبة الكريمة. هي مبادرة تضاف إلى النشاطات الفنية والثقافية التي تشهدها بلدية بوفاريك، والتي من شأنها أن تعيد إلى مدينة البرتقال حيويتها ونشاطها، وتدفع بعجلة الثقافة التي توقفت سنوات التسعينات من القرن الماضي.